تعقيب على ما قاله الأخ العزيز عمار، يعني أنا قصدت الاستقرار السياسي وكما وضحت أنت. نعم. والاستقرار السياسي بالنتيجة يفضي إلى استقرار اجتماعي والاستقرار اقتصادي والاستقرار على مستوى الدولة بشكل عام. وتعقيب آخر على السيد مكرم عندما قال أنه عدم المشاركة في الانتخابات حتى تتدخل الأمم المتحدة. سيد العزيز، في الانتخابات الماضية كانت نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 18%. نعم. ماذا حدث وماذا فعلت الأمم المتحدة وماذا كان مرجوا من المجتمع الدولي؟ إذا كان هو المرجو أن التدخل العسكري كما حدث والتدخلات العسكرية والدموية، فالمتضرر الأول هو الشعب العراقي. نعم. لكن يجب أن تكون التغييرات بشكل أكثر عمقا وبشكل أكثر يعني وضوحا. أما في مسألة يخص الشعارات الانتخابية، أستاذ نوار، يعني اليوم الشعارات الانتخابية تتغير بين الحينة والأخرى. المشكلة أن البعض لديهم ذاكرة السمكة، يعني بعض القادة لديهم بعض الأساليب في تمويل شعاراتهم الانتخابية في جهة أخرى. طبعا أنا لا أستهجن في بعض النقاط هذا الموضوع، لأن في دول العالم هناك شعارات انتخابية تروج من هذا الحزب وذاك، لكن أن تكون الشعارات الانتخابية هي نفس الشعارات بين الحينة والأخرى، وهي نفس الشعارات التي يصعدون بها إلى سدة البر، وهي نفس الشعارات التي لا تتحقق بالنتيجة، هذا الأمر غير معقول وهذا الأمر غير ممكن في المرحلة القادمة، لأن المراحل القادمة هي حساسة جدا وتتطلب الكثير من العمل وتتطلب الكثير من الشغل الشاغل للشارع والشارع.